كيفية استخدام السيركت ميكر كمثال بسيط، مثلا تنفيذ بوابة الأنت. نروح على Select Devices، نروح على Digital Basics و Gates، نختار Do الأنت. طبعا هنا راح يعطيني كل البوابات الموجودة، الأور والإكس نور والإكس أور، وكل واحد حسب الإدخالات، عندنا 3 و4 و8. بس نحن هسه خلي ننفذ مثال بسيط اللي هو to input. طبعا نحن لل input راح نحتاج switch، ولل output نحتاج إلى الذي يعرض لنا ال output. فال switch هم راح نروح لل devices، نروح على switch، تختار ديجيتال لوجيك سويتش راح نجيبه، ونقدر نعيد الخطوات ونجيب سويتش الله. بس للسهولة كنترول سي من الكيبورد، وكنترول في نقدر نجيب عدد السويتشات اللي نحن نحتاجها. زين، نحتاج ايضا الى الليد كاوتبوت، فنروح على display، ندور على display. نحتاج نوعية digital و logic display. زين، نحتاج هسه نربطهم، فنروح على لو نجي على هاي علامة الزائد نشوف هنا يطلع لنا used to connect the circuit، فندوس عليها. من نجي على السويتش يطلع لنا هذا المربع جوا الزائد، فهذا معناها انه اوكي. فمن هنا نربط ونجي على هذا المربع، من يطلع او هذا المستطيل الاحمر بمعنى انه صحيح. شوفوا هنا ماكو، هنا طلع لنا. ومن يطلع لنا هذول النودات الدوتس، يعني هاي النقطة مربوطة لهاي. زين، نجي مرة ثانية، نظل بالماوس دايسين، وبعدين نعوفها بالنقطة اللي نريد نربطها. نفس الحالة هنا ربطنا. زين، نريد نشغل الدائرة، نروح على شوفوا هنا يطلع لنا هنا use to run and stop analog and digital simulation. ندوس run. زين، نحن عندنا صفر، ليش؟ لأنه هذا السويتش صفر وهذا السويتش صفر، دائرة أن طبعا صفر. حتى نسويها أون، فبس كليك عليها عندنا 1، سيعطينا 5 فولت، يعني 5 فولت مع 0، 1 مع 0 بالآن هو 0. راح نحاول نسويها اثنيناتهم أون، لازم يكون الأوتبوت أون حتى نتأكد من الربط، فهذا أون. بقية الحالات هذا إذا سوينا صفر ما راح يكون output. نفس الحالة الدائرة AND أو OR إذا نحتاج نربطهم، لازم أول شيء نسوي stop، بعدين نقدر نسوي التغييرات، ونقدر أيضا نحرك السويتش في حال نريد نرتب الوايرات. هاي كلش مهمة لما عندنا دوائر كثيرة. نقدر نربطهم. واكو شغلة ثانية، إذا أنا أريد مثلا أسمي السويتش وأسمي الأوتبوت، فنروح على use to add text على هذا الحرف أي، وهنا أقول أنه هذا سويتش أي، هنا مثلا switch B، والاوتبوت عندي Y. حتى اسوي تغيير وين ما ادوس بيطلع لي التكست بوكس، اريد الغيها، فاحتاج مرة ثانية ارجع على السهم حتى الغيها. اتمنى تكون سهلة وكلش واضحة.